أبرار. قال الإمام الحسن عليه السلام: كل ما في كتاب الله عز وجل. إن الأبرار فوالله ما أراد به إلا علي بن أبي طالب عليه السلام وفاطمة وأنا والحسين، لأن نحن أبرار بآبائنا وأمهاتنا، وقلوبنا علت بالطاعات والبر وتبرأت من الدنيا وحبها، وأطعنا الله في جميع فرائضه، وآمنا بوحدانيته، وصدقنا برسوله.